نروح لموضوع اخر. في مؤخرا كده بقينا بنسمع يعني الكشري احنا عارفين. في بقى حاجه احنا بنسمع عنها مؤخرا، الكشري الحلو وبيتباع في محل الحلويات وانتشر في الفتره الاخيره، بس اللي برضو كتير ما يعرفوهوش يعني هو خطوره تناول النوع ده من الحلويات على صحتنا. كشري حلو، انت مدرك؟ لا لا، في المعمصه والمغمصه كشري حلو ايه يا جمانه؟ ده في بلاوي يا دكتوره منال الحقينا. والله احنا النهارده اهلا بحضرتك يا دكتوره منال عز الدين، الباحث معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، محتاجين يعني مشوره حضرتك فيما يتعلق بقنابل الكوليسترول السكريه اللي بقت مليانه في كل المحلات اللي بتبيع هذا الامر. راي حضرتك حضرتك صدقت القول لما قلت قنابل سكريه مليئه بالسكريات والدهون المشبعه والكربوهيدرات والسعرات الحراريه العاليه. الطبق الواحد منها ممكن يصل ل 2000 سعر حراري، في حين انا كشخص احتياجاتي اليوميه على حسب طبعا الفئات العمريه المختلفه لا تتجاوز المفروض ال 2000 سعر حراري على مدار اليوم. خلينا نوضح برضو للساده المشاهدين ايه هو الكشري الحلو. هو عباره عن رز بلبن متضاف له كنافه، متضاف لها كريمه، شويه بسكوت، شويه مانجا، صوص شوكولاته، صوص كراميل، مجموعه من السكريات مع بعضها بتطلع الاكل من خانه الافاده لخانه الضرر. يعني كميه السكر دي يا فندم يعني تكاد تكون قاتله. يعني السكر انا عندي بيسبب لي مشاكل صحيه كتيره، يعني اولا بيزود نسبه الالتهابات في الجسم، بيعمل حاجة اسمها مقاومة الأنسولين، بيزود من نسبة تكيسات المبايض لدى السيدات، بيهدد الجسم بالإصابة بمرض السكر، بيزود الوزن. معلقة السكر الواحدة غنية بالسعرات، ده جرام السكر الواحد بيديني 4 سعر حراري، معلقة بقى على حسب. دكتور منال يعني اعذريني معلش، يعني حضرتك قلتي مكونات كلها على بعض وكل مكون لوحده أصلا يعني صعب قوي، فكل المكونات دي على بعض كجسم بشري لما مع اول معلقه كل المكونات دي بتدخل له ايه اللي بيحصل؟ بيرتفع مؤشر السكر في الجسم لدرجه عاليه جدا. السكر بيعلى في الجسم، يعني لو قسنا للشخص سكره قد ايه في اللحظه دي هيطلع نسبته عاليه جدا غير المعدلات الطبيعيه. طبعا لما السكر بيعلى الانسولين عندي للشخص السليم بيستفز، بيبتدي عايز يلحق يجيب السكر اللي عالي في الدم ده، يبتدي يكسر في السكر. السكر بينخفض، بيجيلي انا احساس بقى ايه بالهبوط، عايز اكل بزياده، فبيجيلي شراهه للاكل، اكل كميات اكتر واكتر واتناول كميات من الطعام اكتر واكتر. عشان كده بنقول دي كارثه، لان مع مرور الوقت الانسولين هيزهق وهيفقد السيطره على السكر. طب وكل السكر ده بيتحول بعد كده لدهون في جسمنا خصوصا في منطقه البطن. بالظبط. طب تنصحي بإيه المصريين وإحنا داخلين على شهر كريم عنوانه الأبرز الصيام، ولكن ما يحدث فيه من كوارث مرتبطة طبعا بتسويق المحلات بقى بأسماء لا أنزل الله بها من سلطان. صحيح صحيح. اتفضلي. يعني حضرتك بتقول فعلا المائدة الرمضانية للأسف بتبقى عامرة بالسكريات العديدة بمسميات مختلفة، وكل محل عايز ياخد الترند ويستقطب المستهلك ليه. عايزة أقول للناس صوموا تصحوا، شهر رمضان شهر راحة الجسم، المفروض نستعيد صحتنا. لو اتبعنا الخطوات السليمة هنقدر نستفاد بفوائد الصيام، ناكل اكل صحي، نستبدل السكريات والحلويات، مش هنحرم الناس من تناولها، بس اكل الكنافه لوحدها، اكل البسبوسه لوحدها، الجلاش لوحده، ما يكونش بشكل يومي، تكون قطعه واحده، استبدل تاني يوم بالفواكه، احنا عندنا الفواكه غنيه بالالياف والفيتامينات وفيها السكريات الصحيه اللي على قد ما الجسم محتاجها. نهتم بشرب الميه، لما ناخد حاجه مسكره نهتم بشرب الميه عشان نقلل من كميه السكر اللي دخلت جسمنا، ناخد معاها زبادي، ناخد معاها لبن رايب، يقلل من حده السكر، ما اخدش السكر ده في السحور انه هيزود شعوري بالعطش، ما اخدش السكر ده بكميات كبيره عشان ما يطلعليش السكر تاني يوم اثناء الصيام. فطبعا اشعر بالعصبيه والارهاق والتعب. فالسكر في حد ذاته يا جماعة يعني محتاج التعامل معاه بحذر،
ما يكونش بإفراط، ما يكونش بكميات كبيرة، لأن ده بيضر جسمي. وطبعا مريض السكر لما بيجي له السكر بيبقى عرضة للإصابة بأمراض القلب والضغط والكوليسترول المرتفع، فالسكر بصراحة بيفتح بوابة من المشاكل احنا في غنى عنها. والله يا دكتور، هو اصلا اللافت للنظر ان احنا دلوقتي بقينا بننصح يعني ناكل الكنافة لوحدها وناكل البسبوسة لوحدها. ده اقل الضرر، ده حقيقي. على اي حال يعني ده اقل الضرر، لان قطعة الكنافة الواحدة يا استاذة جمانة باقل حشوة حوالي 300 سعر حراري. يعني انا متخيله بس فعلا انه كل الحلويات دي مع بعض يعني دي كارثه. بس خليني اسال حضرتك يعني برضو عن يعني خلاص حضرتك ده فهمتينا فكره ضرر السكر الزياده او الحلويات الزياده على ان كان امراض السكر او حتى القلب، لكن بالنسبه للمناعه بتؤثر على المناعه؟ طبعا بيقلل من كفاءة الجهاز المناعي، وبيبقى الجسم عرضة للإصابة بالأمراض ونزلات البرد والوعكات الصحية المتتابعة، وبنخش بدوامة من الأمراض. لأن كمان إحنا عندنا في حاجة اسمها، ربنا يحفظ الناس جميعا، الخلايا السرطانية. الخلايا السرطانية دي بتتغذى على السكر. حقيقي. يعني قد تكون موجودة ولكن ساكتة، ولكن لما أخد سكر بكميات كبيرة أنا بنشطها، بزود من فعالياتها، بزود من عدد انقساماتها في جسم الانسان. فبرضه من اضرار السكر انه بيعتبر غذاء للخلايا السرطانيه، ممكن تكون الخليه كامنه ومش نشطه ومش مسببه لي مشاكل. ربنا يحفظ الجميع اكيد. ربنا يحفظ الجميع، ولكن زياده المتناول من السكر بيستفزها ويصحيها وينشطها. فنخلي بالنا من الحاجات دي ونخلي بالنا من صحتنا. ناس كتير يعني حضرتك ذكرتيها كده بشكل عابر، ولكن انا عايز احط تحتيها خطين. اتفضل. علاقه الجوع بالسكر دي علاقه وطيده جدا، ناس كتير مش مدركاها. انت كل ما تزود او تدخل لجسمك سكر اكتر هتجوع اكتر مش هتشبع. يعني انت بتفتكر ان انت ايه بتخلص الوجبه فبين قوسين كده بتحلي، يعني بتقفل. لا، انت ما بتقفلش، ده انت بتفتح الشهيه. نوضحها بشكل علمي وبسيط يا دكتور. وطبعا احنا بنتكلم زي ما قالت جمانة كده على صنف صنف، مش على وجود كل هذه الاصناف في طبق. طبعا على في طبق واحد او مائده واحده. طبعا زي ما حضرتك ذكرت، السكر اول ما بيخش الجسم بكميات كبيره بيبتدي الانسولين يكسر السكر ده، ومجرد الجسم ما بيبتدي الانسولين يتعامل معاه ويكسر كميات السكر دي كلها، السكر بينخفض. فبيجي لي شعور انا عايز حاجه مسكره، أنا حاسس بهبوط، أنا عايز آكل حاجة مسكرة، أبتدي أخش في الدوامة تاني، آكل كميات سكر كبيرة، الأنسولين يعلى، يكسر، أشعر بالجوع، أبتدي آكل سكر تاني، لحد ما بيجي الأنسولين لمرحلة زهق وتعب ومش قادر يتعامل مع كمية السكر دي كلها. فبيبتدي يخش الجسم بقى يتكون على شكل دهون، بيسبب المشاكل، بيسبب الالتهابات، الأمراض. الانسولين تعب، ففعلا السكر بيسبب لنا شعور بالجوع. صحيح. لان الانسولين بيكسره ويقلل مستواه لاقل المستويات عشان يحافظ على صحه الجسم. يعني ده تكنيك. صحيح. رباني، ربنا خلقه لنا عشان يحمي جسمنا من كميات السكر العاليه. ولكن الانسان عايز سكر تاني، ويفضل نخش في الدوامه بالزبط. دي بالظبط، ودائمه لا تنتهي بالفعل. واحنا بننصح كل الناس واحنا داخلين على الشهر الكريم ان احنا نقلل مستويات السكر لادنى مستوياتها، لان هي السبب الرئيسي في الجوع وفي العطش اللي بيحصل تاني يوم وبيظهر خلال فترات الصيام. بنشكرك دكتوره منال عز الدين، باحث في معهد بحوث تكنولوجيا الغذاء.